حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله، ما كانش المقصود بيه جددوا إيمانكم فقط بأن أنتوا تزدادوا اعتقادا أن الله موجود، لكن تزدادوا كمان اعتقادا بأن الله سبحانه وتعالى هو الآن على ما عليه كان، فهو كان خالقا كان مبارئا وهو الآن خالق وبارئ. أنت عشان تتخلص من كل أوجاعك وألامك وأحزانك ومتعبك لازم تعرف أن أنت في كل نفس بتتولد من جديد. طب تعمل إيه عشان تقدر تحس بهذا الأمر؟ أول حاجة لازم تتعود أن أنت في كل فكرة بتجيلك حاول تكون دائماً بتغمسها في ذكر الله وفي علاقتك بالله سبحانه وتعالى. كل فكرة حاول تربطها بقد إيه هتوصلك لمرضات الله سبحانه وتعالى. مثلاً إذا أردت أن أنت تفكر تقول إيه للناس، فكر بس أن أنت الكلام ده الله سبحانه وتعالى يسمعه وحاول تغمسه في الحب اللي ربنا بيحبه. كمان ببساطة خالص خليك دائماً عندك ذكر يخرجك من أي لحظة كآبة، لأن لحظة كآبة بتقربك من موت القلب. وأنا أنصحك أن أنت تقول يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي.